سد بن هارون يقع بولاية ميلا بشرق الجزائر، وهو أكبر سدود الجزائر من حيث المساحة والسعة، يمون 6 ولايات بالماء الصالح للشرب وكذلك للسقي. من بين الولايات هي ميلا، جيجل، قسنطينة، وأم البواقي، وخنشلة، وباتنا، بما يعادل أكثر من 5 ملايين نسمة، وأن طاقة تخزين السد للمياه تقدر بحوالي 1 مليار متر مكعب. حقيقة هو تحفة معمارية. لعد على ميلا أو جيجل، ما فاتش على سد نهارون ما شاف والو. حتى الطيور المهاجرة توفد لهذا المكان، ليولى قبلة سياحية كذلك للأشخاص من مختلف الأماكن. عيشوا معنا روعة التجربة، مناظر خلابة مررت بها وأنا متجه لجيجل على متن الدراجة الهوائية من عنابة. لا أستطيع أن أصف سحر المكان، وربما الفيديو ينقل لكم بعض من جماله.
تحياتي لمن يشجعني في رحلات بالكلاكسون تاع السيارة مثل هذا المشجع الزميل من قسنطينة، أو بعبارات محفزة تشعرك بمتعة المغامرة على عكس المحبطين الذين عندما يروا دراج في الطريق يقوموا بتصرفات طائشة. ليقول ديتيل وحقه من الطريق، المهم دمتم سالمين. جمالك يا بلادي سحرا ربانيا أخاد، حباك الله بطبيعة خلابة. كل ما تمر بمدينة تجد نفسك تبغي أن تستكشف الأخرى. عفوا، لا أستطيع أن أنقل لكم كل الجمال، لكن ثق بكلامي لن تندم على زيارتها. نحن في وسط مدينة جيجن، يعجبني المبدعين في أي مجال، لذا أحببت أن أتشارك معكم هذا الإبداع من جيجن، فن الرسم على الحائط. وأنت تمر من أمام الحائط يجذبك إحساس مستدعي، تعال تمعن في هويتي.
ما شدني في جيجل النظافة في معظم طرقاته، وهي نقطة قوة تحتسب لهذه المدينة. حدائقها العدة خضراء غناء، وهناك عدة أنواع من العصافير تزقزق فوقك معظم الوقت. ما أروعك يا جيجل! بخير طلاب، يا عنبة. نعم بيه. سلام. إنه القارب الجميل الذي كلما ذهبت إلى جيجل يجب أن أصور معه، كأنني بتلك الصورة أوثق لنفسي أنني مررت من هنا.
تحياتي لكم أينما كنتم، وأتمنى أن تعجبكم رحلتي من عنابة إلى جيجة، واشتركوا في قناتي لمشاهدة مزيد من رحلاتي ومغامراتي. إلى اللقاء.